السلام عليكم تلاميذ الصف الثالث الابتدائي في درس الرياضيات. سنتعلم في درس الرياضيات الفصل السابع الكسور صفحة 114. تابعوا يا طلاب. الكسر هو رقم يبين لنا عدد الأجزاء المتساوية الموجودة في شيء ما. الكسر هو رقم يبين لنا عدد الأجزاء المتساوية الموجودة في شيء ما. مثلا هذا الشكل الدائري مقسم إلى ثلاثة أجزاء، أجزاء ملونة وأجزاء غير ملونة. كم عدد الأجزاء الملونة؟ 1، هذا الجزء الملون باللون الأحمر. كم عدد الأجزاء الكلية؟ 3 أجزاء، هذا 1، 2، 3، 3 أجزاء. إذن الكسر هو رقم يبين لنا عدد الأجزاء المتساوية الموجودة في شيء ما، ورقم الكسر يكتب بهذا الشكل، رقم إلى الأعلى ورقم إلى الأسفل، وبين الرقم الأعلى والأسفل يوجد خط يسمى خط الكسر. الرقم إلى الأعلى يمثل عدد الأجزاء الملونة، والرقم إلى أسفل خط الكسر يمثل عدد الأجزاء الكلية الموجودة في الشكل. يسمى الرقم فوق خط الكسر البسط، والرقم تحت خط الكسر المقام. إذن كم عدد الأجزاء الملونة؟ 1، إذن نكتب في البسط 1. كم عدد الأجزاء الكلية في الشكل؟ 3، 1، 2، 3، إذن نكتب 3 في المقام. إذن الكسر هو رقم يبين لنا عدد الأجزاء المتساوية الموجودة في شيء ما، ويتكون الكسر من رقمين، رقم أعلى خط الكسر وأسفل خط الكسر، وهذا الخط يسمى خط الكسر. الرقم الأعلى يسمى البسط، والرقم الأسفل يسمى المقام. الرقم الذي فوق خط الكسر يمثل عدد الأجزاء الملونة، والرقم تحت خط الكسر يمثل عدد الأجزاء الكلية للشكل. مثلا نأخذ هذه الأشكال، هذا الشكل وهذا الشكل وهذا الشكل. شكل دائرة مقسم إلى قسمين، اللون البنفسجي واللون الأبيض. هو الشكل مقسم إلى قسمين، إذن عندما نكتب الكسر في البسط نكتب الأجزاء الملونة، وفي المقام نكتب عدد الأجزاء الكلية. سؤال، كم عدد الأجزاء الملونة في هذا الشكل؟ 1، هذا الجزء الملون 1، إذن نكتب في البسط 1. كم عدد الأجزاء الكلية لهذا الشكل؟ 2، 1، 2، إذن نكتب في المقام 2، والكسر 1/2. يقرأ الكسر نصف، يقرأ الكسر نصف. نأخذ الشكل الآخر، هذا الشكل الدائري مقسم إلى أقسام متساوية. كم عدد الأجزاء الملونة؟ 1، هذا الجزء 1، هذا الجزء 1، نكتب في البسط 1. كم عدد الأجزاء الكلية؟ 3، 1، 2، 3، إذن نكتب في المقام 3، والكسر 1/3، ويقرأ الكسر ثلث،
يقرأ الكسر ثلث. نأخذ الشكل الآخر، هذا الشكل الدائري مقسم إلى أقسام متساوية. كم عدد الأجزاء الملونة؟ واحد. إذن نكتب في البسط واحد. كم عدد الأجزاء الكلية؟ أربعة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. نكتب أربعة. الكسر واحد على أربعة ويسمى ربع. إذن هذا الكسر يسمى نصف، وهذا الكسر يسمى ثلث، وهذا الكسر يسمى ربع. إذن لو كان عندنا كسر واحد على خمسة يسمى خمس، واحد على ستة يسمى سدس، واحد على سبعة يسمى سبع، وهكذا بقية الكسور. نفتح الكتاب على صفحة 114، الفصل السابع، الكسور. نبدأ بحل الاختبار القبلي. التمرين الأول، اقرأ الكسر الذي يمثله الجزء الملون واكتبه. هذا الشكل الدائري مقسم إلى أجزاء، جزء ملون وأجزاء غير ملونة. كم عدد الأجزاء الملونة؟ واحد. إذن نكتب في البسط واحد. كم عدد الأجزاء الكلية؟ أربعة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. إذن نكتب في المقام أربعة. الكسر واحد على أربعة ويسمى الكسر ربع. نأخذ الشكل الآخر، هذا الشكل الدائري مقسم إلى أجزاء. كم عدد الأجزاء الملونة؟ واحد. هذا الجزء الملون واحد. إذن نكتب في البسط واحد. كم عدد الأجزاء الكلية للشكل؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. سبعة أجزاء. إذن نكتب في المقام سبعة، والكسر واحد على سبعة ويقرأ سبع. التمرين الثاني، ألون الجزء الذي يمثله الكسر. الكسر واحد على خمسة. كم عدد الأجزاء نلونها؟ واحد، لأن الواحد يمثل الجزء الملون. نبدأ بتلوين جزء واحد من الشكل. نأخذ الشكل الآخر، هذا الشكل الدائري. واحد على ثمانية. كم عدد الأجزاء الملونة أو كم عدد الأجزاء التي نلونها؟ واحد، لأن مكتوب في البسط واحد. نبدأ بتلوين جزء واحد من الشكل. التمرين الآخر، اكتب الكسر الذي يمثله الجزء الملون من الشكل ثم أقارن بين الكسرين، أكتب أصغر أو أكبر. نأخذ هذا الشكل المستطيل. كم جزء ملون في هذا الشكل المستطيل؟ واحد. هذا المستطيل الملون باللون الأزرق، نكتب في البسط واحد. كم عدد الأجزاء الكلية لهذا الشكل؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. نكتب في المقام خمسة. الكسر واحد على خمسة. نأخذ الشكل الآخر، هذا الشكل اللون البنفسجي. كم عدد الأجزاء ملونة باللون البنفسجي؟ واحد. إذن نكتب في البسط واحد. كم عدد الأجزاء الكلية؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. نكتب في المقام أربعة. الكسر واحد على أربعة. الآن نقارن بين الكسور، أيهما أكبر، واحد على خمسة أم واحد على أربعة؟ نقارن بين الكسرين، واحد على خمسة وواحد على أربعة.
أيهما أكبر، 1/5 أم 1/4؟ طبعا هنا طلاب راح تفتهمونا بالدروس القادمة مقارنة الكسور، لكن ملاحظة أنه الرقم بالمقام كلما كان صغيرا يكون هو الأكبر، أو من خلال الشكل، أنه الشكل المقسم إلى 4 أقسام هو أكبر من الشكل المقسم إلى 5 أقسام، وإن شاء الله راح أشرح لكم إياه في درس مقارنة الكسور. إذن 1/4 هو أكبر من 1/5، 1/4 أكبر من 1/5. نأخذ المثال الآخر، هذا الشكل، نكتب الكسر الذي يمثل هذا الشكل، كم عدد الأجزاء الملونة؟ 1، إذن نكتب الرقم 1 في المقام، العفو في البسط، كم عدد الأجزاء الكلية؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6، إذن نكتب 6 في المقام، والكسر 1/6. والشكل الآخر، كم عدد الأجزاء الملونة؟ هذا الجزء 1، عدد الأجزاء الملونة 1، كم عدد الأجزاء الكلية؟ 1, 2, 3, 4, 5، 5 أجزاء كلية، إذن نكتب في المقام 5، فأصبح الكسر 1/5. أيهما أكبر، 1/6 أم 1/5؟ طبعا راح نختار 1/5 هو الأكبر، لأن شكل 1/5 أقسامه أكبر من القسم 1/6، وراح تعرفون بالدروس القادمة مقارنة الكسور وأيهما أكبر وأيهما أصغر. التمرين رقم 7، أصف نمط الكسور ثم أكمله، 1/8، 1/6، 1/4، ما الكسر الذي بعد 1/4؟ نلاحظ إنها كسور غير متساوية، في المقام العدد 8، بعدين صار 6، بعدين 4، بعدين صار راح يصير 2، إذن الكسر اللي بعده 1/2، نكتب 2، 1/2. الواجب حل الاختبار القبلي، صفحة 115 في كتاب الرياضيات. الجزء الثاني من درس الرياضيات هو مراجعة جدول الضرب. جدول الضرب للرقم 1، 1/0، 0، 1/1, 1، 1/2, 2، 1/3, 3، 1/4, 4، 1/5, 5، 1/6, 6، 1/7, 7، 1/8, 8، 1/9, 9، 1/10, 10. ردد جدول الضرب أكثر من مرة. الواجب كتابة جدول الضرب للرقم 1 3 مرات في دفتر الرياضيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.